شبابي احلى عائله، شلونكم؟ كيكاتي اتمنى كلكم تكونون بخير. طبعا هسه احنا بالسياره، انا والياس وسامر. ابو الياس نزل للمحل، لانه صراحه هالفتره صايرين انه هو ينزل المحل وانا انزل المحل، يعني حسب الشيء اللي نحتاجه. واحد من عندنا لازم يبقى ويا الجال، تعرفون، ويا اثنين جال صعبه بالتسوق، وشويه مرات الياس يلح يريد هذا ويريد ذاك ويأخرنا. بصراحه وانا اليوم ما عندي وقت، ليش؟ لانه اهلي ديجون وعندي يادوب بس 3 ساعات الى 4 ساعات، لازم اكمل مسواق، اكمل طبخ، واكمل تنظيف. صارت جايتهم مفاجاه، طبعا مبين علي ايش قد فرحانه. فهسه نتسوق، اذا محل من المحلات اني نزلت راح اخذكم وياي اصور، واذا ضليت بالسياره معناها ما دا اصور. اكو احد دي يسوي الزرع، فلذلك اكو صوت غريب مال المطار. طبعا اسماء البنات راح اقولها بس مو هسه، لانه بصراحه اني هيك فجاه قررت اشارككم يومي، ما كنت ناويه اصور، بس قلت يلا خلي اخذكم وياي اليوم. فلذلك ان شاء الله من ارجع للبيت واشوف الاسماء اشاركها وياكم مقطع من مقاطع الفيديو. جيت بنانا على السريع لاني محتاجه اشكم غرض، واخيرا نزلت اني. هنا الجو تبريد، طبعا برا كلش حاره اليوم. اخذ كرفس حتى اسوي تبوله، اختي كلش تحب التبوله فراح اسوي لها تبوله اليوم. راح اسوي مقلوبه دجاج، ولي باكر اسوي دولمه، فهسه راح اخذ الدجاج مع المقلوبه وارفد شويه على اللحم حتى اشتري لحم الدولمه. هذا خالو، اجا خالو، هسه يجي يشيلك. رجعت للبيت، سويت المسواق، كملت اغلب الشغلات اللي كانت عندي. كانت بصراحه عندي مواعين غيوق لان تريقنا وطلعنا على السريع. ماما حطيت من الحمص الخطوه يصير الاكل مالك الياس حبيبي دا احكي. فهنا انا عندي راح اسوي الدجاج، طبعا سبق ومشاركه اني طريقه الدجاج كامله، تقدرون تشوفون، مجرد ابحثوا على مسروشه دجاج مشوي راح تلقون الطريقه. صراحه كل دجاج اسويه اسوي بنفس هاي الطريقه، لان انا طرق الدجاج وراح ادخله للفرن ينشوي، لان التتبيله كلش كلش طيبه. طبعا انا هنا حاضره الاكياس الحراريه حتى اشوي بكيس حراري. اني ما لحقت هذه الطاله، ان شاء الله الحق انظفها. البيت الباقي نظيف يعني ما عندي شيء. بصراحه الباقي اساسا مسويه الروتين المسائي، فانا سبق وقالت لكم بالروتين المسائي من اكون مسويه، حتى لو ثاني يوم ما الحق انظف عادي. ف ما ادري اذا لحقت، لكن خلي اخلص هذا اللي مال الكيس الصوت، اذا لحقت اكيد راح انظفه، بس اذا ما لحقت يعني عادي، لان هو البيت نظيف. هاش دا تسوي؟ ما يصير تاكل ملح لولو؟ ملح ملح؟ ما يصير تاكل ملح؟ لا. يس. احنا شلون ويا العناد؟ ها؟ شلون احنا ويا العناد؟ ها؟ شلون؟ اي العناد شلون بيه احنا؟ روتية.
هاي دجاج، منو راح ياكل دجاج؟ نويا. نويا راح تاكل دجاج اليوم؟ نونا. نونا انت كل شويه ساعه نونا ساعه نويا، كيف؟ نويا. نويا اي نويا. طبعا نويا اختي، بس لما نروح لاهلها كلش تهتم بي، فدائما يعني نويا نويا نويا. طبعا هنا أنا مثل ما تشوفون الياس واقف فوق راسي من يوم اللي سوينا الكيكه، فهو متعلم، صاير كل ما اطبخ ده يجي يمي، وهيك بصراحه ده يزعجني مرات، ما يخليني اشتغل وراها قاعد سامر وما اعرف شنو. فبصراحه كلش حسيت روحي انضغطت وقمت اطبخ فطفيت التصوير وما قدرت اصور بعد لانه وصلوا اهلي وما ادري شنو، فكلش انشغلت همينة. فهسه راح انتقل انا وياكم لليوم الثاني. بصراحه كنت حابه اصور لكم الطبخه مالتنا شكل النهايه على الميز، تخيلوا حتى نسيت اصور شكلها النهايه على الميز لانه انا بعد ما صبيت سامر قعد وكان يبكي ما اعرف شنو، فكلش انخبصت بالجهال. هذا مسوي رجيم ما ياكل هواي. اكل قصتك بابا. هاي عشيدك نقطه. هذا سامر كالعاده نايم. شوفوا وصلنا لمدينه انتويرب واخيرا. طبعا ما صورت لكم شيء بالطريق لانه اغلب الناس من تطلع برا مثلا اذا الطريق طويل تصور تشوف مناطق هيك حلوه، انا اغلب الاحيان انام، ولو اليوم ما نمت التهيت كنت اصور ستوري للانستغرام، عدتها 4 5 6 8 9 مرات الا صارت مثل ما اريد. والله هلا شلونكم؟ اليوم جينا هنا فديوم جبنا نسوي لهم فلوق كامل هنا. شو تقول؟ وين؟ بهاي الحديقة. ماشي طبعا هاي الحديقة كلش حلوة. هاي هدوم الياس لانه دخل للبحر، شوفوا هنا اكو ماي. راح جايين اليوم هيك شوية دا نغير جو. شوف الشجرة هاي الشجرة دا صور من قدام كلها حلوة. المكان كلش حلو. الله عند ابو علي الياس يسعد. الياس هناك دا يلعب ويا خالتي. وهذا سموني اي سامر مبتسم نايم مبتسم مرتاح على الطلعة. نشيته زين هسه يقول حلو. طبعا انا شنو كنت وين كنت؟ انا كنت العب بالماي، بس شنو رجعت للماي بارد، ثلج الجو بارد يعني مو مال سبح، بس هيك طمسنا بس رجلينا. والياس مستبدع هناك، انا حاليا خالية من المسؤولية شوية قليلة عليه صار توزيع. هاي الالعاب من هناك. وين هالالعاب؟ هناك هاي الالعاب. هذيك الالعاب. نكمل وياكم بالبيت. هيك صورنا لكم مقطع صغير بس من الجو ان شاء الله دافي وحلو، نجي في اليوم حتى بالبحيره نلعب. الياس نشتري له تشوب ونسى. هذا الصندوق مليان صوغات من العراق، بس راح افتحها وياكم ونشوف شنو الاشياء اللي جايتني صوغات. اكو شغلات يعني اكو شغلات انا كنت اعرفها لان على اختياري، اكو شغلات لا كانت صوغات. اول شيء حابه ابدي بيه لانه كله كوم والصندوق، وهذا كوم ثاني، كل شيء هنا غراض، هذا يعني لا هذا المفضل عندي اللي هو شنو؟ اللي هو النبوق العراقي، ما اعرف جزء بلدان الثانية ما تعرف شنو هو، بس هنا عندنا هذا بالعراق، شيء ينزل فترة معينة إلى موسمه الخاص، فكلش أحبه ودائما أوصي أختي لما ينزل بموسمه تشتري لي وتجمد لي، ولما ترام إنه نتشاوف او مثلا احد يروح ويعني في شيء عرفتوا، لذلك هذا النبق العشق مالتي طبعا. كلش اني احبه، وحتى سامر كنت اتوحم عليه، بس شوفوا سبحان الله ولدت الا اجى. طبعا هذا حلقوم اوكي، وهاي اشياء حلويات. هذه اللي ما كلي نحطها ويا الطرشانه، خليني اجيكم على السريع حتى لا تظلون صدق بهوايه شغلات. طبعا هذا النبق اهم نبق، بس ما ادري هذا يعني مو عراقي ما اعرف شنو اسمه بصراحه، بس طعمه ما يشبه النبق العراقي، نبقنا هوايه اطيب. طبعا هاي عجوه المدينه، ابويا وصاني انه كل يوم اكل 7 تمرات على مود الحليب ما اعرف شو، امني مو بس وصاني قال هاي لازم بابا ما اعرف شنو. هاي تعرفون بعد توصيات الاهل. هذا تستخدمي عادي.
القوم. هذا انحى القوم مال ورد. المجرى عندي هنا انترس. شوف هذني الكيوت مال الكليتش، هاي تذكروها القوالب الخشب العراقية مالتنا، شوفون تخبل. وهسه راح نبدي بالملابس. طبعا اول شيء هذا اللي قلت لكم عليه اخذته على مود النفاس وما اعرف شنو ما وصل. شوفوا هو خاص مال النفاس كلش حلو، كنت اريده بالمستشفى بس سبحان الله رحمته، يعني ما رحمت انه ما توصلني الغراض، او بالاحرى اهلي ما يعني كانوا بعدهم مجال عادي نخليه انضمه مثل ما هو للبطن الثالثه ان شاء الله. بس هو كلش حلو يجنن. هذا من تركيا مو من العراق. هذا اشيله على صفحه. اوكي هاي ستر المسيو الياس، هاي وياها بنطلون جينز وقميص يطلع مأنق. هاي شنو دقيقه. هذه بيجامه، هاي الجو مالتها، وهذا الفوق. هذه هم بيجامه طبعا، هاي الجو مالتها اسود ساده عادي، وهذا هي شكلها. شوفوا الحلو بيها اللي عجبني، ما ادري دقيقه حتى ابين، شوفوا طويله يعني مو قصيره توصل للركاب، فكلش حلوه يعني حبيتها. حتى تفيد مثلا البنات المحجبات، هذه هم اذا احد يجيكم ضيوف ويجي شيء. هاي بعدين مو حيلملم. هذا فستان، دقيقه خليني افتحه بس خليني اشوف من راسه من الرجل، ما شاء الله فستان بلوش. شوفوا هذا الفستان هم كلش حلو، بس كلش طويل علي، كلش طويل. انا يعني ما حاطه الكاميرا انا اتصور للقاع، يعني يرد البس الكعب يمكن هيجي يلا يجي على طولي، فاحتمال اوديه للخياطه. قصه كلش حلو كلش حبيته. وهنا ردنا الشيفون يعني شفافه هم يرد جواب ودي، لان انا ما البس يعني مثلا سلوخ او نص ردن. هسه نجي للديكاديش. من دا البس دشداشه بالفيديوهات كلكم تقولوا لي كلش حلوه وكلش لاقيت لك، صراحه ماكو احلى من دشاديش العراقيه، فخبرت اختي وصيتها وجابت لي دشاديش. شوفوا هاي الدشداشه السوداء تجنن بنات، شوفوا النقشه مالتها تجنن. طبعا هي هم طويله هم لازم اوديها للخياطه. شوفوا خطيه حتى دازت لي شو اسمه سحابات، لانه قلت لها اني ارضع في هودي ليها للخياطه وهيجي، بس ما كان اكو مجال، فلذلك خطيه يعني دزت السحابات قلت نسويها للخياطه. هاي هم دشداشه، طبعا هي كلها ردن، مو ردن خلينا نقول تشوفون ربع ردن يعني مو ردن كامله. هاي لون ازرق نفس تطريزه السوداء بالضبط، بس هم كلش حلوه وقماشها بارد كداري. طبعا اختي قالت لي بس غسليها اول غسله راح تكسر وبعدين وديها للخياطه حتى تقصر لك اياها على القطابه. هاي همينة اخر دشداشه، هذا لونها يجنن، شوفوا كلش حلوه، شنو رايكم؟ اوكي من بعد اكو هذه بيجامه لولو افندي، شوفوا هذه هيجي، وهاي هم ان شاء الله يطلع لي يصور، انا ما ادري شغلت الكاميرا لو اتخيل كل هذا سوا بده يصور. هاي بيجامة الياس، هاي الماركة التركية اظن هسه ماركة إلسي صارت عندكم بالعراق مو؟ ما ادري والله. هذا فستان صوف، طبعا هذا هسه مو هسه وقته بالشتاء يا حبيبي، هذا هم طويل علي، شلون احنا ويا قصيرين القامه. اوكي هذا هم طويل هم راكلة كف تدرون. اوكي هذا فستان ويجي وياه هذا فوقه هم، اوكي هذا هم نفس الطول، هذا اكثر تجي وياه هي شعيني اللي بس الفستان وفوقه هذا، هذا كلش حلو. حلو والله الفساتين الصوفية، يعني اتمنى القى هيك شيء هنا هيك يكون طويل وحلو ومرتب.
هنا كلها كسار، وهذا الصندوق فتحته وياكم مشاركتكم حالي. حاليا راح ارجع اغراض والصندوق ركضتهم، لانه بصراحة شوفون خلينا نسولف الجزء هاي حطها قبل، يعني ما ادري انا ارتبها بالمونتاج بعدين. انا لما جوي اهلي يمي، اذا شفتوا الفيديوهات اللي قبل شوية هي كلها مقتطفات من الايام اللي كانوا يمي، لان انا صار لي هواية مش شايفتهم. فصراحة حبيت هيك نكون يعني نكون يوم خاص نطلع نتونس بعيد عرفتوا انه ما التي فشل، بس هم صورت لكم مقتطفات لان انتم عائلتي الثانية وهواي كنتوا تسألوني اهلك واهلك، فلذلك خليت لكم بس هيك مقتطفات بسيطة من الايام اللي كانوا بيها عندي، فهيك صورت لكم على السريع. يعني اصفي هاي الغرض، هاي الغرض راح اخليها بالمطبخ مو ويا الملابس، لان الملابس يراد لها مكان بالكنتور.